وهؤلاء الذين يكذبون بكل هذه البدهيات الواضحات لا تظنوا أن ذلك ناشئ عن تفكير أو عن عقل وإدراك أو عن ثقافة وعلم، بل إنما هو ناشئ عن صرف صرفهم الله سبحانه وتعالى وردهم على أدبارهم وصرف وجوههم وقلوبهم عن الحق. والذين آمنوا وصدقوا أيضا لا تظنوا أن ذلك ناشئ عن جيناتهم الوراثية أو أنه ميراث عن الآباء والأجداد، كلا، بل قد اختار الله سلمان الفارسي واختار صهيبا الرومية واختار بلالا الحبشية لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وخذل أبا لهب وأبا جهل والأسود بن عبد الأسد وهم أقاربه وجيرانه وأهله، صرفهم عنه الله جل جلاله وهدى له أولئك الذين ليسوا من قبيلته، وبعضهم من ألوان أخرى ولغات أخرى مختلفة عن لغته ووطنه، لكن الله هداهم له وشرفهم وعظمهم. فأنتم جميعا الآن تترضون عن بلال بن رباح وعن سلمان الفارسي وعن صهيب بن سنان الرومي وعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، وتحبونهم حبا شديدا وتوالونهم، ولكنكم جميعا تلعنون أبا لهب وأبا جهل، ولا يحب أحد منكم أن يحشر مع أحد منهم، وتكرهونهم غاية الكراهة في ذات الله. هذا كله يدلكم على أن الاختيار من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة. في كل عصر من العصور يبعث الله بعض الفتن التي تصرف أقواما عن طريق الحق، منها ما يكون من الفتن الخفية التي تقع في غيب وخفاء فإذا أدبرت عرفت، وهذه الفتن كقطاع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذه الفتن تكثر في آخر الزمان، ولكن مع ذلك أصحابها لا يأتون بشديد، كل ما يأتون به قد قيل من قبلهم، كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم لما آذاه قومه وكذبوه قال ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. فكل ذلك قد وجه به رسول الله الأولون جميعا، فما منهم أحد إلا قيل فيه كذاب مجنون ساحر كاهن أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. لا يمكن أن يأتوا بأي جديد، فمزاعمهم أن الدعاء لا يؤثر ولا يغير هي ما كان يزعمه آخرون سبقوهم إلى ذلك، وأنتم جميعا تعلمون كذبهم، وتعلمون أن ربكم الذي خلقكم وسواكم هو الذي قال أدعوني أستجب لكم، وهو الذي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهو الذي قال واسأل الله من فضله، وهو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد بين أن المستهزئين يستهزئون بالذين يدعون ربهم سبحانه وتعالى، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. وهذا نظير استهزاء قوم نوح بنوح وقد استهزأوا به 1000 سنة إلا 50 عاما، ونظير استهزاء أقارب إبراهيم به وقد رموه في النار فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونظير استهزاء بني إسرائيل بموسى وقد قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونظير استهزاء بني إسرائيل بعيسى لما تألبوا عليه وتآمروا به وأرادوا قتله وصلبه
فرفعه الله إليه سبحانه وتعالى، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه،